السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك فضيلة الشيخ. نعم. أنا أعمل بعد إذنك. أنا أعمل بأحد شركات الأغذية. هل يجوز لي أن آكل من منتجات الشركة؟ هل يجوز ماذا؟ أن آكل من أحد منتجات الشركة. تأخذ من منتجات الشركة؟ آكل منها. أنت تعمل في إحدى شركات تصنيع الأغذية. بالضبط. هل يجوز أن تأكل منها؟ ماذا؟ ما تعليمات رب العمل؟ صاحب العمل؟ صاحب العمل عارف. يعني موافق؟ هو عارف إن إحنا بناكل، لكن يعني عارف أقركم أو منعكم؟ إحنا ما التقناش بيه، إنه ما بيجيش الشركة تقريبا. ما إذا كان عارف فلا بأس بذلك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم لأخيه طعاما فليناوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حرة. فعلى هذا إذا رأيتم إغماضا للطرف عن أكلكم وشربكم كلوا، ما دام صاحب العمل لا يمانع من ذلك، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا.